اليوم تحتفل أرمينيا بالذكرى 2800 لميلاد مدينة يريفان، وها نحن في ساحة الجمهورية والاحتفالات بدأت في عموم أرمينيا. يريفان منذ الساعة 8 الاحتفالات بدأت بأشكال مختلفة، بدأوا برياضة الماراثون، المشاركين ليسوا فقط أرمن، طبعا الأجانب والسواح تقريبا هم الأكثرية وبدون مبالغة. هذا واحد منهم، شوفوا هذا مو أرمني، شوفوا أفريقي، بعرف من منين جاي، طبعا فلبينيين، فرنسيين، أمريكان، من مختلف الدول. الاحتفالات ستستمر إلى نهاية اليوم، وبالـ9:30 بالليل ينهوها بألعاب النارية. هذا المسرح الكبير اللي تم تهيئته، هنا راح تكون الاحتفالية الكبرى أو الاحتفالية الرئيسية في العاصمة يريفان، وهذه المنصة للوفود أو للهيئات الدبلوماسية مهيئها مسبقا. راح نحاول جهد الإمكان ننقل لكم بعض المشاهد أو بعض الجوانب من الاحتفالات. بصراحة أنا راح أفضل أن أقطع الإرسال المباشر وأحاول لك حتى أقدر أتواصل وياكم، راح أصور بعض اللقطات من جوانب مختلفة، وإن شاء الله في التقرير مبسط وننشرها لكم في نهاية اليوم حتى تقدرون تطلعون عليه بشكل أرتب. Where are you from? From Poland. From Poland. الأخ بولندي. Hello. Where are you from? Russia. Russia. هذا من روسي. Where are you from? America. America. Welcome. Where are you from? India. India. أهلا وسهلا. Welcome. شوف هذول 5-6 عبروا من أمامنا، سألناهم كل واحد من دولة. الكل الضامنوا في أرمينيا للاحتفال بالذكرى 2800 لميلاد مدينة يريفان. Where are you from? Armenia. Armenia. هذا أرمني. Hi. Where are you from? From Moscow. Where? From Russia. From Moscow. Russia. Welcome. Hi. مثل ما قلنا، هذا المسرح اللي تم تهيئته للاحتفال بالذكرى 2800 لميلاد مدينة يريفان. بعد قليل تبدأ الفرقة العسكرية، الفرقة الموسيقية العسكرية بالاستعراض في شوارع يريفان، وإن شاء الله نصورها لكم. وتوجد حفلات مختلفة في كل الساحات، فرق خاصة للغناء الفولكلوري، فرق خاصة للروك، فرق الجاز ميوزك، ألعاب رياضية. بعدها راح تبدي هنا أعتقد حسب البرنامج اللي معلن التسابق، سباق الدراجات. العلم الروسي، إذن البنات من روسيا أيضا مشاركين بالركضة. وأجواء خريفية رائعة جدا، كأنما طبيعة أيضا تحتفل مع أرمينيا لهذه الذكرى. هذا شارع أبوبيان، بعد قليل ندخل إلى شارع نورث أفينيو، وهناك أيضا احتفالات خاصة، مسارح هيئت، سنشاهد ماذا يوجد هناك. الكل تهيأ للاستقبال هذا اليوم، كان المفروض طبعا اليوم افتتاح حدائق خاصة بمستوى النافورات الراقصة،
الموجودة في ساحة الجمهورية، حدائق مزخرفة مع نافورات راقصة. كان مفترض أن يفتتح اليوم، لكن لأسباب تعذر إنهاء المشروع في هذا اليوم، وتم تأجيل افتتاحه، وسيفتتح تقريبا في الشهر الثالث أو الرابع بداية الربيع، وتعتبر هدية لذكرى 2008 ليريفان. هذا هو شارع النورث أفينيو، وهذا المسرح المهيئ. طبعا الاحتفالات البرنامج أو بالأحرى اللي تهيئ كل ساعة ساعتين في أحد الساحات راح تكون، لكي يتمكن المواطنين أو السواح من حضور كل الاحتفالات في عموم يريفان. الاستحضارات مستمرة، هذا البيانو طبعا تم تلوينه وزخرفته من قبل مجموعة من الشباب كهدية ليريفان، ووضع في شارع النورث أفينيو. أود أن أذكر لكم بأنه أرمينيا في هذا الصيف استقبلت عدة أنواع من المهرجانات. مهرجان على سبيل المثال راح أعدد لكم، مهرجان الرقي أو نسميه الخليجيين يسموه اليح أو الجح، مهرجان للنبيذ، مهرجان آخر يوم آخر كان مهرجان البيرة. استقبل المؤتمر 17 للفرانكافونيا أو الدول الناطقة بالفرنسية. اليوم احتفالات يريفان بمرور 2800 سنة لتأسيسه. قبلها مهرجان أكبر كاتا أو نوع من المعجنات الأرمينية اللي يسموها الكاتا، أكبر كاتا صنعة، أيضا هي له مهرجان آخر. مهرجان للمشويات للمشاوي، كلها عبارة عن مهرجانات واحتفالات بالعشرات بصراحة بدون مبالغة المهرجانات. أن هذه اللوحة معروض عليه
يربان 2800 والبرنامج اللي خلال هذا اليوم مدرج عليه. وصلنا الى سوان ليك او ما يسمى ببحيرة البجع بالارمني كاراباليج، بحيرة البجع. وهذا امامنا دار الاوبرا. خلينا نشوف هالسنة ايش موجود هنا ننقلها لكم. هنا ايضا مسرح تشوفون. يريفان 2800. إذن هالسنة هنا مكتفين بتهيئة هذا المسرح بانتظار الساعة المخصصة للاحتفال. إذا ما خطأنا ساعة بالخمسينات للاحتفالات العصر موجود حسب البرنامج.